بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Tonight, inshallah, my topic about إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. There is an easy after the difficult time or the hardship one. Well, because this life is not so smooth, ربنا سبحانه وتعالى put in a trial and a test in our life. يقول الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد. Allah created the human being في مكابدة في difficult time or hardship. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقداء والأقدار ومكلف الأيام غير طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. You cannot make it so easy. From early childhood until the death, we are struggling in this life. But we have to be patient and to accept whatever is it. سيجعل الله بعد عسر يسرا. Allah will make this after difficult time so easy, easy one. يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبشر بخيرا فإن الفارج الله. اليأس أحيانا يقطع بصاحبه لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجزعن فإن المانع الله. إذا بليت فثق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله. والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كل لك الله. Thus we have to put your trust in Allah, full trust in Allah سبحانه وتعالى. Whatever is coming to you, this is by the will of Allah, by قدر الله تبارك وتعالى. We have to accept what is coming from Allah سبحانه وتعالى. This dunya is the life of a test, اختبار, دار بلاء واختبار. And the people will be tested. يبتلى الأمثل في الأمثل. أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل بالأمثل وهكذا. The most people who be tested, they're the prophet of Allah and the صالحين and so on and so forth. يبتلى الرجل على حسب دينه. فإن كان في دينه شدة شد له. Is it strong in إيمان? You can get some test from this life and هكذا. نعم. في الحديث. في الحديث قال الرسول الأنبياء يبتلى يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ هكذا في الحديث. عن سعد رضي الله عنه أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فيبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبا شدت بلاؤه وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. This بلاء or this test in this dunya because to purify you from any sin, from any things that become pure to Allah subhanahu wa ta'ala and have more حسنات and little سيئات. We have to put الآخرة, the hereafter is more than in our mind. Not this dunya tamamly. يقول في روى عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. الله أكبر. هذا الحديث. نعم. If the آخرة is in your mind, complete in your mind, Allah subhanahu wa ta'ala make the richness in your heart and also come all what you need in this dunya and the dunya will come to you regardless whatsoever, what is coming to you. And if you put a dunya more than the akhirah in your mind, Allah subhanahu wa ta'ala make your poverty in your mind, in your eyes, and farraqa shamla, make it destroy your life completely. And the dunya will come to you as Allah subhanahu wa ta'ala prescribed for you. نفسها. يقول ابن القيم رحمه الله إذا أصبح العبد أمسى وليس همه إلا الله وحده تحمل الله عنه سبحانه حوائجه كلها وحمل عنه كل ما همه وفرغه قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته
وإن أصبح وأمس والدنيا همه حمله الله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكري بذكرهم، وجوارحه عن طاعتي بخدمتهم وأشغالهم، فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره. فكل من أعرض عن عبودية الله وطاعته ومحبته بلي بعبودية المخلوقين ومحبته وخلقه. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. Why? Because إذا person to be a worshiper of Allah سبحانه وتعالى or worshiper شيطان. That means I have to defeat and to concentrate my life, my haya, my life to Allah subhanahu wa ta'ala, and Allah subhanahu wa ta'ala inshaAllah to become in a good health, in a good shape, in Allah Azza wa Jalla, to accept from you. And also making this life so easy, become why? Because you come back to Allah subhanahu wa ta'ala, اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، وأصبح همه الآخرة بمشيئة الله تبارك وتعالى، ولم يكن همه الدنيا. ولذلك يسأل الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا أن يعيدنا بها، وأن يجعل الآخرة أكبر همنا، وليس مبلغ، وأن يجعل الآخرة الهم الأكبر لنا يا رب العالمين. اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض فيها حكمك، عدل فيها قضاء. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت بنفسك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهابنا وحمومنا. اللهم اذهب منا الحزن والعم يا رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.